بعد الاحتباس الحراري اللي حصل في العالم صارت فيضانات وعصير وكوارث، هناك احتباس أيضا نغمي موسيقي. بس بشرة راح تعدكم هلأ بإعصار مغربي. أحلى وسهلا فيكي بشرة. بشرة، رأي اللجنة أساسي، مشان هيك رح ننتقل لقلهم تنسمع كيف شافوا بشرة بمرورة التاني. ميشيل، أنوشكا وخالد تفضلوا. بشرة، ما بعرف، يمكن يعني بالعادة كنت عم مش عارف شو بدي أقول، عم لاقي صعوبة بالتعبير اليوم. مش أنت أصلا كنت تعبان شوي يعني بالغناء تبعك، كان في قصص ما كنا نلاقيها بصوتك، يعني عودتينا على احسن. بتامل انه يكون هيدا التعب رح يقطع بسرعه ان شاء الله. ميشيل، شكرا. انوشكا، شو رايك، كان في تعب ولا مثل العاده غنيت منيح؟ لا، مثل العادي بتغني منيح، بس هي بتغني بشكل موضوع، مش موضوع أداء، يمكن يكون لحن، نوعية أغنية، بتغني حاجات أحلى يعني. بتونس بيك كانت في منتهى الروعة بصراحة. بس أنا أعاتب على خالد على إنه يقول بعد الاحتباس، لأنه واضح إنه ما جاش الفرج قوي يعني.
إذا كنت بتقول احتباس الفرق لا لا ما ينفعش ان احنا نقول احتباس لانه نوعية اللي غنيتها شامية ما هيش مش محطوطين في مقارنة مع حد يا اخوان احنا زمرة احنا زمرة تذكري انوش فاعتقد انك انت لازم تديني الحباية اللي انت اخدها من الصبح ها اخذ حبة تانية مالكي لازم يديها لي شوي أنا لم أقل بأنه بعد الاحتباس يأتي فرج فقط لتصحيح معلوماتك بعد الاحتباس في مشترك جديد اسمه فرج في مشترك جديد اسمه فرج هي بتقول فرج خلينا نركز شوي على بشرة ما بشرة كمان نطرة لتسمع أراءكم تسمع بشرة أنا لا ألوم ميشيل ولا أنوشكا في موضوع في رأيهم في هالأغنية لأنه هالأغنية هم مدأوا طعم الكبسة قبل هيك هاي الأغنية ما بيستطعمها إلا اللي ذاك طعم الكبسة والكسكسي أنا وصغيري كبسوني المدرسة كبس بعدين بالبيت كبس يعني المشاكل اللي بعاني فيها نتيجة الكبس شكرا طبعا هالغنية الحلوة هي للفنان محمد عبده اللي بنوجه له تحية كتير كبيرة برافو يا بشرة المهم شكرا. أنت كنت مرتاحة كنت مرتاحة في الأغنية حبيتها أكيد بس أستاذ ميشيل محمد اليوم ما تاخذي كثير على حكي استاذ ميشيل مش معروف اخذ مفعول حبه ما اخذها هيدا مش ميشيل ما تقنعوني واحد ثاني غيره بشرى رقم 8 ناطره تصويتكم استعملوا تليفوناتكم وصوتوا لها شكرا لك بشرى شكرا.